مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، دعونا نفرح قليلا ثم نتكلم. من كثرة إعجابي بالهدف الأسطوري لن أتوقف منذ تسجيله عن إعادة مشاهدته. بالليلي يقضي على الحلم المروكي. خسرتم سياسيا قبل أن تخسروا رياضيا. أنا أتعجب من تفكير المراكة. كيف تفكرون بالله عليكم؟ شيء ما خاطئ في المروك. أنتم لا تفلحون في أي شيء. خسرتم عسكريا في 63 و76 وحتى حرب الإرهاب التي مولتموها في 1990. أنتم تخسرون في كل شيء. خسرتم سياسيا في محطات عديدة والآن تخسرون رياضيا. اعترفوا بهزائمكم وأريحون من محاولاتنا المتكررة لإثبات ذلك. بعد هذه الهزيمة الكروية لا أظن أن الشعب المروكي سيبقى نائم مثل السابق. لقد أراد الملك وحاشيته العياشة أن يخذروا الشعب المخذل أصلا. أرادوا تخذيله بالمباراة كي ينسى حراكه ومظاهراته. هذه خطة ينتهجها الحكام والملوك من أجل تنويم الشعوب. لكن كل من يستعمل الجزائر ينقلب عليه التنويم ويوقظ الشعب كما حدث في 2009 مع مصر، وانتهى ذلك بطرح حسني مبارك من كرسي الحكم. الأمر يتكرر الآن مع المروك، وهذه الهزيمة الكروية التي أتت بعدة هزائم سياسية ستنتهي بسقوط الملك ميمي سيس. قلنا لكم ما تخلطوش فينا، احنا راسا واللي خلط فينا باصا. كانت ستكون مجرد مقابلة كروية في مواجهة عادية. مونديال العرب هذا لا حدث، لا شيء يذكر، لم يكن احد يعيره اي اهتمام. لكنكم بمثل هذه التصريحات، فلنتابع بمثل هذه التصريحات. الجزائر تكون حاسمة، كنتمناو من الله رب العالمين نتلاقاو مع الجزائر باش ياخذوا الربعة ان شاء الله. خويا بغينا نطيحوا مع الجزائر، ما بغينا لا تونس لا مصر لا والو، بغينا نطيحوا معاهم ونقريهم كرة عاوتاني شي 4-0 باش يسكتوا اخويا. لحقوا بهم واحد الهزيمة نكراء، كوني على يقين. هذيك نكراء ناري قفروح. بيني وبينك المغرب الداخلة والخلعة الجزائريين قبل ما تبدا المقابلة. بمثل هذه التصريحات فأنتم خربتوا في عشب وزنزل. وألقتم الشعب الجزائري الذي أصبح يراكم شارع تافه وشعب نائم دون التطرق للأمور التي يعافها الجزائريين وهي موجودة بكثرة في مجتمعكم. الآن لعنة هذه الهزيمة الكروية ستكون لها ردات فعل للشعب المغربي ضد ملكه. يمكن للملك أن يتلاعب بعقول الشعب في الشأن الأمني. طبع مع الصهاينة وأوهم الشعب أنه من أجل البلد سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا، واستطاع إقناع هذا الشعب المسكين بمساعدة العياش الراكعون لغير الله. لكن أن يتم إحباط الشعب بأكمله، وأتحدث هنا عن الشعب المسكين الفقير المحتاج لأبسط فرحة تغمر قلبه، أن يتم إحباط هذا الشعب بأكمله فهذه ستنقلب على الملك وحاشيته، وسنرى مظاهرات أقوى مما كانت عليه في الأيام الماضية. لنشاهد من جديد هذا الهدف الأسطوري لأني لا أشبع منه. لا شك أن كل جزائري وكل من شاهد هذه المباراة أعاد هذه اللقطة مرات عديدة.
الشعب المغربي أنا أخاطبكم، يوجد شيء ما خاطئ عليكم أن تجدوه بأنفسكم وتفهموه لوحدكم. ارموا الأغلال التي تقيدكم وكونوا أحرار، وستجدون الشعب الجزائري إلى جانبكم. ستحتضنكم الجزائر وسترحب بكم، لأننا عهدنا أن نتعامل مع الرجال وفقط. ألقاكم بخير، إلى اللقاء.